اعزائنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، اخر الاشواط اخر انطلاقات هذا المساء من ارضيه ايضا ميدان الساده. شكرا علي الوهيبي وشكرا ايضا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء لاهالي الساده واشواط الضيوف مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء. ويسرنا ايضا ويشرفني ايضا بالتعليق بهذا المساء لاول مره على ارضيه ميدان الساده، وايضا محدثكم محجوب الشريف مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اخر الاشواط، خصوصا ايضا للابكار ضمن اشواط الضيوف هنالك الاخوه السودانيين. وعلى البدايه الشاهنين ناصر اللحوي يتقدم بهذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء ويقدم الشاهينية، بينما روعة على ثاني المراكز ومصعب خالد يتقدم على ثاني المراكز ثالث المراكز. ايضا هنالك هماليل عبد السلام البغدادي، وينك يا البغدادي حرك يا البغدادي. ايضا بهذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام والركض مقبل والعرب مستعد، وكل على الناموس علق طموحاته، كل يبحث عن الناموس. اللحظات الأخيرة ما بين روعة ما بين الشاهينية، روعة 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 بالفعل مشاهدينا الكرام. مصعب خالد مصعب خالد مع روعة، روعة غيرت بهذه اللحظات. والسلامات لمالك روعة وتهانينا والف مبروك، تهانينا والف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار لمالك روعة. مصعب خالد بالمركز الأول، المركز الثاني شاهينية، ناصر اللحوي بالمركز الثاني، تهانينا والف مبروك. ثالث المراكز من تحمل الرقم 10 مشاكل، حميد بن حمدان الرشيدي بالمركز الثالث. التوقيت الزمني ايضا هذا الشوط لم يتوفر مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام. في الختام تقبلوا تحياتي ايضا هنالك علي الوهيبي، وتقبلوا تحياتي محدثكم محجوب الشريف، وتقبلوا تحيات اللجان المنظمه مشاهدينا الاعزاء هنالك حاتم علي، وايضا على الكاميرا مشاهدينا الاعزاء وعربة النغل. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.